النهارده جزء مهم جدا ان يعني من خلال الوعاء والمظله الكبيره للبنك المركزي مع البنك الاهلي احنا يسعدنا ان احنا نستمر في هذا التعريف وهذا العمل. طب احنا مش بس كده، ده احنا كل يوم والتاني بنروح نفتح فرع لبنك اهلي في نادي او في مركز شباب. هو هدفين، هدف دعم مالي بره عباءة الجزء الحكومي لهذه المراكز، مركز الشباب، عشان مش محتاج كل شوية ان انا اديله دعم حكومي قليل عشان اطور بيه المنشأ واطور بيه الرياضة. وبالتالي بننشئ البنك الاهلي او بنك مصر تحديدا. الحقيقة غطينا نسبة لكن لسه نسبة كبيرة، وبناخد بيها موافقة مجلس الوزراء على التوجيه بالامر المباشر لانشاء البنك في مساحة يتفق عليها. غيرنا شكل سور مركز الشباب والشكل الحضاري اللي موجود. طبعا نقطة الشمول المالي دي نقطة جوهرية جدا بتسهل حركة الأموال في المجتمع، بدل ما هو بيستعتمد على النقد في المدفوعات بيعتمد على مجتمع أقل اعتمادا على النقدية، وده من خلال ان كل واحد يبقى عنده حساب في بنك او يبقى عنده احد التطبيقات الموجوده، مثلا في تطبيق انستا باي اللي صدر البنك المركزي عن طريق شركه بنوك مصر، او حتى المنتجات بتاعه البنك الاهلي زي الفون كاش او بطاقات الخصم زي بطاقات ميزه والحاجات دي كلها. كل دي بتمكن من حركه السيوله وحركه الدفع بشكل اوفر، فحضرتك تقدر تدفع كل الخدمات اللي حضرتك تتلقاها، تدفع الكهرباء، تدفع الميه، تدفع اشتراكات نوادي، تدفع تامين، تدخر مدخرات استثماريه، كل دي بتتم عن طريق بعض المدفوعات الالكترونيه او الرقمنه. فالشمول المالي ليس حكرا على مجرد ان هتبقى عندك حساب في بنك، ولكن معاملاتك نفسها تبقى معاملات مرقمنه اللي هي بيسموها الكترونيه. الحقيقه البروتوكول بياتي في اطار يعني توجه الدوله المصريه في دعم الشمول المالي، طبعا توجيه الدكتور اشرف صبحي ان احنا يبقى في توعيه اكتر للشباب داخل مراكز الشباب، وده بالتالي احنا موجودين النهارده. البروتوكول سياسي الاطراف ما بين وزاره الشباب والرياضه والبنك المركزي والبنك الاهلي، الحقيقه احنا نازلين الفتره الجايه مراكز الشباب للتوعيه بالشمول المالي. الحقيقه احنا كمان مستخدمين القوه الناعمه داخل المراكز الشباب للتوعيه بالشمول المالي، في سكتشات مسرحيه يعني بشكل شبابي وكوميدي بحيث توصل للشباب يعني ايه شمول مالي. برضو الندوات اللي موجوده داخل مراكز الشباب بنستخدمها، والحقيقه كل اشكال التوعيه للشباب احنا مقدمينها داخل مراكز الشباب بحيث يبقى في توعيه اكبر للشمول المالي خلال فتره الحمل.